في إطار الزيارة الرسمية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، قام سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية والوفد المرافق بالاطلاع على مشروع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. واستعرض الجانب السعودي أبرز أهداف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وقرار تأسيسه ليتمكن من القيام بدوره عبر دعم التنمية المجتمعية وتنظيم عمل المنظمات الأهلية في المجالات التنموية، إلى جانب بدوره في تكامل الجهود الحكومية من خلال تقديم خدمات الترخيص لهذه المنظمات والإشراف المالي والإداري والفني على القطاع وتعزيز التنسيق والدعم بين مختلف الجهات المعنية دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، حيث يعمل المركز على إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج ومؤشرات الأداء بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم القطاع غير الربحي من لوائح ومعايير. كما اطلع الوفد على مؤشرات نمو القطاع خلال السنوات الماضية وما حققته من نتائج متقدمة في مجالي التبرع والتطوع وأهم اختصاصات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومنح حوكمة جميع المنظمات للتبرعات ونشر ثقافة التطوع والوعي بأهمية هذا القطاع، فضلا عن تفعيل الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية والإشراف على الدعم المادي المقدم للمنظمات الأهلية.